مشاهدينا، نحن رح ننتقل لحوار اليوم مع ضيفتي دكتورة هدى مقنس، مسؤولة التواصل والشبكات الاجتماعية في الجامعة اللبنانية. صباح الخير. العناوين كثيرة اليوم حول الجامعة اللبنانية، إدارة الجامعة اللبنانية، ماذا يحصل في الكليات، الحرب الطائفية إذا أردنا أن نسميها أو إذا صحت تسميتها كذلك، الحرب الطائفية، الحرب المذهبية في الكليات، وتعيين مدراء الكليات بين الأساتذة، ملف التفرغ الجديد، لا سيما بعدما شاهدنا الكثير من الإشكاليات الحاصلة في ملف التفرغ القديم عام 2014. كل هذه الإشكاليات اليوم سنطرحها مع ضيفتي. أهلا وسهلا فيك الدكتورة هدى مقنس، مسؤولة التواصل والشبكات الاجتماعية في الجامعة اللبنانية. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. صار لنا فترة عم نسمع كثير، كل يوم، يعني إذا بتذكر ملف التفرغ القديم اللي صار 2014، رح نحكي شوي يعني انطلاقا منه لليوم، ملف التفرغ اللي منتظرين انه نشوفه خلال الأشهر المقبلة. بالإضافة إلى هذا الموضوع، في مشاكل كتير عم تصير بالجامعة اللبنانية، هذه الجامعة الوطنية اللي اليوم إذا صح التعبير مهددة، ولكن في مساعي لإخراجها أو لإنقاذها من هذا التهديد اللي عم تتعرض له دائما. عم ينفتح كتير جامعات خاصة، يعني هيك صغيرة ممكن تكون عم تاخد من حصة الجامعة اللبنانية. شو هي خطة الجامعة لتحصين الجامعة الوطنية من أجل استقبال المزيد من الطلاب وللخروج من المأزق الطائفي المذهبي اللي وقعت في البلاد؟ من فترة شفنا بزحل مشكل تعيين مدير للجامعة اللبنانية، وصلت بعض الأسماء لرئيس الجامعة اللبنانية، تم اختيار اسم، صار في عليه احتجاج بحجة أنه هو من طائفة معينة، من الطائفة السنية، خلينا نكون واضحين، بينما جرى العرف أنه في كلية زحلة، في فرع العلوم الاجتماعية في زحلة، كان من المفترض أن يكون مسيحي. شفنا في أحزاب اعترضت، أقفلت الجامعة اللبنانية لعدة أيام أعتقد، يعني صار في اعتصامات كم يوم لعدد أيام، صار في اعتصام وبعدين مش الحال. كيف مش الحال؟ بدنا نسمع منك شو صار بزحلة، ليه هيك صار، لماذا اختار رئيس الجامعة مدير سني عوض أن يختاره مسيحي؟ وبعتذر على هذه اللغة مجددا، بس أنا أوقات بحس حالي أنه ما بدي أحكي فيها، بس نحن بنشعر أنه يعني لابد من الحديث بهذه اللغة، على أساس أنه المشاكل اليومية اللي عم نشوفها وعم نعاينها وعم نغطيها هي هيك يعني. هو يعني أول شيء بدي أشكرك وأشكر الأو تي في على هالفسحة من الزمن على الهواء. ثانياً قبل ما جاوب، فعلاً بدي أنا على طول بكون سعيدة أنه أحكي عن الجامعة اللبنانية، بس فعليا بتأسف هالمرة انه احكي عن الجامعة اللبنانية بهالظرف من الاستقطاب الطائفي، بهالظرف من التجاذب الطائفي، يلي هو وين عم ينصب على صرح اكاديمي مفترض انه هو يكون المكان الذي يصنع فيه المواطنون والكفاءات. صحيح. والكفاءات اللي بتعمل وجه لبنان. هلأ عم تسأليني كيف كيفية الخروج من هالمآزق هاي؟ الجواب كتير بسيط، تطبيق القانون. القانون منه طائفي. الجامعة اللبنانية مؤسسة عامة مستقلة، والقانون منه طائفي، والدستور معروف وين حدد الطوائف وطوائف مين وطوائف أي مرجعيات وين بدها تكون. بكل بساطة نحن عم نطبق القانون. هلأ اللي صار بزحلي صار قبله بطرابلس كمان، من حوالي سنة ونص يعني، مش وكانت العكس العملية، يعني تعين مسيحي وانزعج على أيام الرئيس الجامعة القديم، أيام الرئيس الجامعة القديم. يعني المسألة منا متعلقة برئيس، بشخص رئيس الجامعة، بقدر ما أنه لما رئيس الجامعة يطبق القانون العملية ماذا يقول القانون؟ هل ينص القانون؟ يعني هل تعيين مدراء في فروع الجامعة اللبنانية منصوص عليه في قانون الجامعة أنه يكون طبعاً. كل فرع، لا أنه يكون كل فرع مثلا، ما هي طائفة المدير؟ لا أطلاقاً، لا لا أطلاقاً جنس. أطلاقاً بكل بساطة المشكلة بالأعراف. لا لا، قلك شو المشكلة ببساطة، هي أو يمكن العالم ما بتعرف،
كيف يعين مدير بالجامعة اللبنانية؟ كيف؟ بطلع من القاعدة المسألة، يعني مجلس الفرع يلي هو بكون أصلاً منتخب من الأساتذة بيرشح خمس أسماء، بطلع خمس أسماء بيرفعون مجلس الوحدة إلى رئيس الجامعة، ورئيس الجامعة بيختار اسم من هالأسماء. يعني تمت أساساً موافقة القاعدة على هالأسماء قبل ما يطلعوا لرئيس الجامعة، انتخبوهم. فاللي بيصير إنه هل مدير بده يكون في مواصفات معينة اللي حصل بزحلي، حتى نرجع لموضوع زحلي تحديدا، انه تم ترشيح خمس اسماء، احد هالاسماء انسحب، بقي اربع اسماء، اربع اسماء، اثنين سنة اثنين مسيحيين. اثنين المسيحيين ما بيستوفوا الشروط. ليه؟ فينا لانه ما عندهم، يعني ما هي الشروط اللي مفترض يلي متصور انه الشروط هي شروط؟ وهل يمكن انتخاب احد غير مستوفي الشروط؟ لا، ما هو ليش انتخبوهم من الاساس؟ رشحوهم، قالوا هول المسيحيين اللي راغبين انه يكونوا مدراء. بس فعليا لما تدرسي هن المقومات تبعيتهم، ما هم مستوفيين شروط، لانه في مسيحيين رفضوا ما بدهم يعملوا مدراء، ما بدهم يقوموا بهالمهمة. أنا عندي سؤال لو سمحتي. خليني أقول لك شو هي الشروط. إيه؟ معلش، لأنه كيف يمكن أن لا يكون حدا مستوفي الشروط ويترشح؟ ما هي هو مش طرح اسمهم، أنه هول الأساتذة، ما هو مجلس الفرع ومجلس الوحدة اللي برشح. طرح اسمهم أنه هول الأساتذة المسيحيين. مستعدين بس منو مستوفين الشروط. اوكي، شو هن الشروط؟ ما بدك تعرف شو هن الشروط، لانه سمعنا حكي انه عمليه اداريه ومشان معوقات اداريه كان فيهم يعجلوا بالمسائل الاداريه ويخلون لها الاساتذه يصير عندهم الشروط المناسبه. هي منا اداريه المساله، الشروط هي اساسا شروط اكاديميه. ما هي؟ يعني بده يكون عنده الأستاذ رتبة أستاذ مساعد، ولحتى يصير عنده رتبة أستاذ مساعد بده يكون عامل عدد من الأبحاث بتنص عليها الرتبة لينتقل من أستاذ معيد لأستاذ مساعد. بده يكون عنده عدد سنوات خدمة مؤمنة، خدمة بدوام كامل لا تقل عن سبع سنوات كأستاذ بنصاب كامل. فهيدي الشروط ما كانت متوفرة إلا عند اثنين زميلين من السنة، فتم تعيين واحد منهم. هذه بكل بساطة. هلأ سألتيني سؤال تاني، العرف، هل هو العرف أنه والله كل هيدا المكان تكرس باسم روم، هيدا المكان تكرس باسم ماروني، هيدا المكان تكرس باسم سني؟ نعرف فروع الجامعة إجمالا المدراء مين بيكونوا من أي طوائف؟ مش صحيح، لا هيدا الكلام مش صحيح. ما في تكريس، في سلة من المدراء، لأنه في عندك بالجامعة اللبنانية 62 فرع، هالفروع على راسها في مدراء، بهالسلة بتم عملية التوازن. بس لما يطلع مدير على التقاعد بده يعين مدير محله. يعني قيل كمان انه كان الرئيس بيقدر يكلف، لا بعتذر، الرئيس ما بيقدر يكلف بما انه هو عنده صلاحية التعيين. الرئيس بيكلف لما ما يكون عنده صلاحية التعيين، يعني لما يكون العميد يجب ان يعين من مجلس الوزراء، الرئيس ما في عينه، اذا بكلف اذا مجلس الوزراء ما عين. لكن صلاحيه التعيين المدير هي بايد الرئيس، فكيف بيجي بكلف لبين ما يعين؟ طب ما هو اللي بعين. نعم، هيدي يعني. هلا لما حصلت المساله بصيدا صارت نفس بطرابلس، صار نفس الشيء، بس بزحله صار نفس الشيء. بطرابلس اذا بنتذكر من سنه ونص تم تعيين مدير مسيحي للكلية، العكس وصار في اعتراضات، ولكن يعني رئيس الجامعة السابق رجع تراجع عن لا ما تراجع، ما تراجع كيف؟ لأنه المرجعيات السياسية اللي بتصور بتتحلى بالحكمة يلي ممكن المشاعر الجياشة ما بتتحلى فيها،
ساعتها في عندها إمكانية تدخل لضبط هالمسائل. سؤالي هو بالمرة الماضية رئيس الجامعة عدنان السيد حسين، لا انتهت القصة بوقتها، بوقتها أبقى على نفس الشخص؟ انتهت بوقتها. طيب اليوم شو رح يصير بزحلة؟ رح يضل المدير يلي هو يستوفي شروط الإدارة. ما بعرف إذا سمعوا الكل كمان بيان المدير السابق دكتور هيكل الراعي، نعم، يلي أدان بشدة، واللي عملية هالاستنفار السياسي هذا اللي حصلت والطائفي، أنا ما رح أقول سياسي، بقول طائفي، عرفتي، بسمي الأمور بأسماء. أحزاب مسيحية اعترضت، أو إذا بدك ممثلين عنه أو لما تقولي أحزاب مسيحية يعني ممثل. اعتراض طائفي، ايه صح، اوكي، بس اقصد احزاب، يعني كان شفنا الاعتصام، ما هيك، مش رح نرجع لتحديد كلمه حزب شو هي، يعني إيه، لما يكون الحزب طائفي بكون طائفي بكون عم بيمثل طائفي، إيه، ما بكون حزب. طب بكل الاحوال اقصد انه في احزاب اعترضت، ماشي صح. كيف ستتصرف الجامعه مع هذه الاحزاب التي اعترضت، وشو صار اليوم؟ هل ستبقي على التعيين المدير الجديد؟ تعيين المدير الجديد هو حصل ولن يعزل. القرار القانوني يلي بيتاخد هو محمي بالقانون. فإذا نحن ما بدنا نحترم القانون فخلي يقال هذا علنا، أنه والله نحن جماعة ما بدنا نحترم القانون وبدنا نطالب بعزل هالمدير. طب سؤالي بكون ساعتها للشعب اللبناني، هل بيقبل الشعب اللبناني انه حدا يجي يقول له انا ما بدي احترم القانون مقابل جامعه عمال نسعى جميعا لما نقول بدنا نحافظ عليها؟ شو اللي بحافظ عليها للجامعه؟ شو اللي بحافظ عليها غير احترام القانون واحترام المؤسسه يلي هو مطلوب من الجميع اصلا، من جميع الطوائف. بكل الاحوال بعد شوي رح ناخذ اتصال مع دكتور كميل حبيب لأيضا نشوف رأيه بهذا الملف. بدي أنتقل من هذا الملف اللي هو طبعا مرتبط بإذا بدك نكهته المذهبية والطائفية، نكهة المشكل يلي صار بملف التفرغ. يوم في عنوان كبير بكل البلد هو المناصفة، ومطالبة بالمناصفة دائما، صح، انطلاقا من مشكل طرابلس، لا مشكل زحلي، لا مسألة ملف التفرغ، دائما نتحدث عن المناصفة. هل هناك مناصفة في الجامعة اللبنانية؟ هل هناك مناصفة بين المدراء، مدراء الفروع؟ ماذا سيحصل في ملف التفرغ الجديد؟ لسيما وأنه في إشكاليات انطرحت حول ملف التفرغ القديم، وقيل أنه تحت يعني المناصفة اللي صارت بالملف التفرغ القديم أدت إلى إشكاليات أكاديمية وإلى دخول أساتذة إلى ملاك الجامعة اللبنانية ما عندهم الكفاءة المطلوبة. تفضل. حتى الكل يعرف كيف بتم تكوين، كيف تعمل الجامعة ملف التفرغ، كيف بتعده، الأسماء بتطلع من الفروع، يعني مجالس الفروع هي اللي بتقترح أسماء الأساتذة المستوفين شروط، نعم، التفرغ. طبعا في عمليه الشهادات، في عمليه النصاب، اكتمال نصاب الاستاذ، في عمليه الحاجه. بس انا عندي، بس قبل ما نكفي، لانه في موضوع انا مرقنا عليه، يعني هو وقتها السيد عدنان حسين السيد، لا عدنان السيد حسين، عدنان السيد حسين تراجع عن موقفه. خلينا نمرق، لا هذا معلش، يعني معلش، انتقلنا هلا لموضوع ثاني. لا بس هو تراجع، لا. تم تغيير المدير المسيحي بوقته وتم تعيين مدير سني اخر. لا هالشيء معلش، خلينا نكمل لموضوع ثاني لو سمحتي. فينا نكمل بس هيدي واقعه صارت. طيب اوكي، اذا انت مصر عليا بنبقى. مش انا مصر، مش انه انا يعني مش عم بسرعه، ماشي، بس هيك صار. اذا حصل، اذا هالشيء حصل بكون كان له ظروفه وحصل، بس هالمرة ما رح يحصل. أوكي. منيح؟ ايه طبعا، خلينا نكون واضحين. ايه طيب هلا نرجع لملف التفرغ. ملف التفرغ ترفع الأسماء إلى مجلس الجامعة من قبل مجالس الوحدات، نعم، توافق عليها مجالس الوحدات، ترفع على مجلس الجامعة وتدرس. اللي رح يصير هو بالحقيقة
رح يؤخذ مكان اللي تقاعدوا، رح يؤخذ عدد موازي للي تقاعدوا. نعم. لا أكثر ولا أقل. بالعدد الموازي للي تقاعدوا بده يكون في أكيد عملية المراعاة اللي الكل بيحكي فيها. بس بدي ذكرك كمان بالملف السابق يلي كان فيه شوائب، كانت الشوائب مش طالعة من الجامعة، كانت الشوائب طالعة من مختلف الأطراف السياسيين اللي حبوا أنه يدخلوا عندهم يدخلوا أطراف أساتذة على الجامعة. بس كمان اللي أنجز بالملف السابق أنه صار في ما نسبته 47% من أساتذة الجامعة من المسيحيين، بعد أنه كانوا المسيحيين مش مهتمين بالدخول إلى الجامعة اللبنانية. نعم. مش لأنه الجامعة ما بده إياهن، هن ما بدهم كانوا يدخلوا على الجامعة. فتحقق التوازن أو المناصفة إذا بديك بنسبة كبيرة، وكان هذا إنجاز كبير وما بتصور حدا رح يتراجع عنه. قصدك بملف التفرغ بالسابق رغم شوائبه؟ شو هي شوائبه؟ يعني هل قلتلك قلتلك أنه تدخل في تدخل سياسي، حساب سياسية للضغط؟ سمعتي صح. بس أنا أقصد، أنا عندي سؤال، هل اليوم يعتبر ملاك الجامعة اللبنانية في أساتذة غير كفؤين بحجة المناصفة؟ ما في، بعد ما فات حدا على الملاك منهم أصلا. طيب من المتفرغين، من المتفرغين العمل على على معالجة ذيول هالمسألة بتتم بعملية تقييم إيفاليواسيون، تقييم لعمل الأستاذ واللي الجامعة عم بتقوم فيه، وبالتالي وحث الأستاذ على تحسين أدائه وتحسين كفاءاته أو اتخاذ الإجراءات اللي ممكن أن تتخذ بحقه. هيدي إجراءات داخلية بتصير بالجامعة. بس في من هذا النوع، بس في يعني مش بهال، مش بالكميه اللي بتصورها، مش لا مش كلهم عندهم الشهادات المطلوبه. هيدي ما في اشكال على هالقصه، بس مش بالصوره يلي هن بصوروها انه يا لطيف يعني فاتوا، لا لا. وبكل خلينا نقول ما في اي مكان يخلو من نسب معينه من الناس بحاجه الى تحسين كفاءاتهم سواء بالجامعه اللبنانيه ولا بالجامعات الخاصه. يعني منا المساله غريبه، يعني ما بتفوتي على مكان وبتلاقي انه كل العالم والله واصلين توب توب، في عندي كوربة معينه، في ناس شوي تحت، في ناس كتير فوق، في ناس. هل في دراسة لملاك الجامعة اللبنانية اليوم يعني شواغر؟ طبعا طبعا طبعا، لانه لما نقول 14 دخل الى الجامعة اللبنانية حوالي 1200 استاذ. بدي اقول لك شغله، حاليا المتفرغين في الجامعة اللبنانية 38%، والمتعاقدين متفرغين والملاك 38%، والمتعاقدين نسبة الباقية. مفروض تكون نسبة معكوسة بحسب قانون الجامعة، مفروض تكون النسبة معكوسة ما أكثر. نعم. وبالتالي نحن بعدنا دون المستوى، المستوى أو المطلوب، على العدد المطلوب من جدا جدا من ولكن نظرا إلى أنه الأوضاع مثل ما بتعرفي المالية ما بتسمح أنه نقدر نوصل، وبنظرا إلى أنه الجامعة ما عندها هي صلاحية التي سلبت منها سنة 97 أنه هي تفرغ وأنه هي تاخد حاجاتها بدون موافقة مجلس الوزراء، رح يتم استبدال المتقاعدين. يعني تقاعد 100 منقدم 100 ملف، تقاعد 200 منقدم 200 ملف. ستعتمد المناصفة؟ أكيد أكيد صح، بقدر الإمكان. يعني إذا كان في، يعني إذا بدك تعمل المناصفة، إذا في مجال للمناصفة بتنعمل المناصفة أكيد. بس قبل المناصفة معلش ما ننسى أنه هيدي مؤسسة أكاديمية، المسألة الكفاءة هي يلي بتحكم. نحن عم نحكي عن مستقبل أولادنا وعن الأساتذة يلي بدون يعلمون. بعدك هلأ عم بتقليلي أنه صار في شوائب، عم بقلك أنه بدنا نعالجها، معناتها أفضل قبل ما نعالجها نستبقها. هيك. طيب خلينا أخذ اتصال من دكتور كميل حبيب. أهلا وسهلا فيه، زميلنا وعميدنا. نعم، عميد كلية الحقوق. عميد كلية الحقوق. صباح الخير دكتور.
صباح النور. اهلا وسهلا فيك. تحياتي لإلك ست جوزفين ولا رفيقة العزيزة لكت هدى. الله يخليك عميد. دكتور انا بدي ابلش من مسألة طرابلس وصولا الى مسألة زحلة اللي حصل طبعا بكليتين. المشكلة الاخير اللي صار بكلية زحلة بحيث جرى اعتراض احزاب وتحديدا هن القوات اللبنانية وتيار الوطن الحر على تعيين مدير سني للجامعة لفرع العلوم الاجتماعية. اليوم رئيس الجامعة أو إدارة الجامعة تقول أنه المدراء المسيحيين المرشحين ما كانوا عم يستوفوا الشروط، فهل يقبل المعترضون أن يتم تعيين حدا غير مستوفي الشروط؟ بدي أعرف شو رأيك بهذا الموضوع قبل ما أنتقل معك لملف التفرغ وهو ملف حساس، وبنعرف أنه حضرتك كنت مع وفد من العمداء زرت وزير الخارجية جبران باسيل لمطالبته بالتأكيد على المناصفة. شوفي سيدتي، أول شيء بدي حيي السيد ميراي عون المتزور عكار اليوم. نعم. واعتبرنا زيارتها لعكار والاطلاع على حوجتها على حوجات المنطقة هو نوع من فرح التغيير والإصلاح. نتمنى لها رحلة موافقة بربوع عكار. بكل الأحوال. بالنسبة لموضوع تعيين مدير بالجامعة اللبنانية. المشكلة ليست عند رئيس الجامعة، لا الحالي ولا السابق ولا اللي قبله. المشكلة هو في قانون 66 اللي تم تعديله سنة 2008 ويعمل به. وبالتالي طالما أن الشحن المذهبي والطائفي هو ماشي بالبلد، فإذا الناس عايدة على هالموضوع يعني بدها تطلع عليه وتشوف وين ما تخسر وين ما تربح. أنا بأسف أقول لك أنه هذا القانون 66 شرع أبواب الجامعة للتدخل السياسي والمذهبي والطائفي. يعني بمعنى أنه مجالس الفروع اليوم إذا بهيمن عليها طائفي معينة فيها تنتج خمس مرشحين ترسلها لرئيس الجامعة ولا يوجد فيهم تنوع، وبالتالي رئيس الجامعة بيصير هم مقيد. إذا المشكلة هي في قانون 67 70 على 67 اللي عفى عنه الزمن، وقانون 66 اللي تم تعديله سنة 2008 ويعمل به، وبالتالي الأمور مقيدة بهذا الوضع الطائفي والمذهبي. لكن أنا بدي أقول كنت بتسمع على الصوت هذا بكل رحابة صدر، الميثاقية هي أهم من القانون، وبالتالي ما حصل في طرابلس مؤسف جدا. نحن بنتمنى وقت بيتعين مدير بالجامعة اللبنانية نقول تعين مدير الفلاني، ما بنقول تعين مدير الفلاني تابع لمذهب كذا. عميد طالما ليس، لكن أنا ليس المطلوب مني أن أكون علمانيا وغيري ليس علمانيا. بدي أنا صرت بدي أعيش الواقع كما هو، وبالتالي هناك نأزي عند المسيحيين وعند القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر أنه هناك في عملية قضم لبعض المواقع المسيحية في الجامعة. ما حصل في إدارة الأعمال بالشمال هو لا ما تعين مدير وقت سنة، وقت صار اعتراض على اسم الدكتور أنطوان طنوس كمدير لإدارة الأعمال وتعين مكانه وقت الدكتورة جميل يمين، يعني ضل مسيحي. ضل الوضع مسيحي. بس تغير يعني أوقفوا قرار تعيين أنطوان، أوقفوا قرار رئيس الجامعة وقتها باعتراض من بعض القيادات الطرابلسية. وهذا كمان برجع بقول لك مؤسف، لأنه هذه الجامعة يعني بدنا إياها جامعة تشبهنا، تشبه علمنا، تشبه ثقافتنا، ما بدنا إياها جامعة هيك مشرعة للتدخل. يعني السياسيين لا يرفعون أيديهم عن الجامعة اللبنانية. طب لو سمحت عميد عندي سؤال، حضرتك عم تقول الميثاقية أهم من القانون في طبعا الجامعة اللبنانية، بس اليوم الدكتورة هدى عم بتقول نقطة مهمة جدا بحيث انه في بعض يعني اسماء المرشحين المسيحيين لإدارة الجامعة في طرابلس ما كانوا في زحلة ما كانوا مستوفيين الشروط. هل تقول حضرتك عميد بانه اليوم انت مع تعيين مدير غير مستوفي الشروط فقط لا للحفاظ على الميثاقية مقابل لا تعيين مدير مستوفي الشروط؟ لا لا اكيد لا، بس الاصهاري فيها نوع من هيك التسخيف، يعني بمعنى انه ما بلاقي مسيحي مستوفي الشروط بزحلة عينه مدير. معلش هن عم بيقولوا ما ترشح، هن عم بيقولوا ما ترشح مدير مستوفي الشروط مسيحي. بلا يقال انه ترشح مدير مستوفي الشروط. والموضوع يا عميد معلش يقال بس في الوثائق بتكذب ما يقال، موجود الوثائق مين ترشح ومين ما ترشح. لا يمكن اخفاء عميد لا يمكن اخفاء اذا كان مرشح مسيحي مستوفي الشروط، لا يمكن اخفاء ملفه صح؟
لا لا اكيد لا. بعدين شوفي في 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 قصه ثانيه كمان قبل هي القصه بزحلي. نحن بدنا توضيح بما جرى في زحلي لحد هلا تبسط توضيح من الجامعه، بدنا من عميده العلوم الاجتماعيه ومن رئيسه الجامعه ومجلس الجامعه يوضح ما جرى في. طيب الم يكفي توضيح دكتوره هدى اليوم؟ هدى عراسي وعايد بس هي وضحت، لا مش شرحت ماذا حصل. كمل هيك اذا كنت عم تتابع الحلقه. نعم سيدتي، قبل هذا موضوع زحلي في موضوع اخر هو تعيين مدير العلاقات العامه بالجامعه. كان هذا المنصب دائما للمسيحيين وبعتقد للطائفه البارونيه تحديدا. استقالت الدكتوره ندى شباط، نعم تم تعيين الدكتورة ليلى سعودي، وبعد أقل من 20 يوما استقالت الدكتورة ليلى سعودي. تم تعيين الدكتورة زينب سعد اللي هي كفوقة وعن راسه العادي، يعني تم تعيينها ولكن من مذهب آخر. وبالتالي صوفي نقزي. نحن بالجامعة اليوم 19 مدير مسيحي و30 مدير من الطائفة الإسلامية الكريمة. نحن مؤسف جدا أنه بعد كل هالمشاكل المتصير هلأ بالجامعة والأزمة المفتوحة على مصراعيها وهي نتيجة تراكم تاريخي بعض الطائف، منقول أنه تحول مجلس الجامعة إلى مجلس ملي للأسف الشديد. هلأ رح أجاوب عليهم. هلأ أنا دشت وللأسف لم يعد مجلس أكاديمي، لأنه وقت اللي رئيس الجامعة اتخذ قرار بتعيين فورينيك عيسى بقسم المحاسبة اعترضوا زملائنا من الطائفة السنية الكريمة واشتكوا لدولة رئيس مجلس الوزراء. وأنا على يقين تماما أنه دولة رئيس مجلس الوزراء هو رئيس حكومة كل لبنان، وهذا المنصب لن يبدل ولن يغير، ومعروف أنه تيار المستقبل هو تيار علماني ويعني عابر لكل الطوائف. بس روحوا اشتكوا لرئيس الحكومة وقاطعوا جلسة مجلس الجامعة. هذا يعني في مكان ما إذا الموضوع المسيحي لم يتم الإصغاء إليه سوف ينسحب المسيحيون من مجلس الجامعة أيضا. شو هيدا موقف؟ يعني شو عم تقولوا؟ هذا موقف؟ نحن موقف هذا المنقول الموقف أنه لم نعد مسموح قدم المناصفة والتغاضي عنها والقفز فوقها للأسف الشديد. أنا مني هيك وأنا مربيت هيك وتربيتي السلبية بالتيار الوطني الحر معلمتني هيك. هذا موقف مجبورين صرنا نحكي عن بعض الانتخابات. هذا موقف جديد عم تقول حضرتك اليوم أنت تعلن بأنه أنتم فكرتوا بين بعض بهذا الأمر وقررتم إذا يعني مثل ما عم تقولوا إذا جرى قضم الحصة المسيحية في الجامعة اللبنانية رح تنسحبوا من مجلس الجامعة؟ طبعا. أي متى صدر هذا القرار؟ ما صدر القرار، نحن في موضوع هلا في حالة تشاور، ولكن هناك توافق بين الأكثرية العمداء على هذا الموضوع. بعدين نحن نزيل على الشارع معلش. لماذا هناك مجمع جامعي في طرابلس وغير مسموح أن يكون مجمع جامعي في المنطقة الشرقية للفروع الثانية وفي منطقة زحلة؟ بدنا نسأل السؤال لماذا هذا الموضوع ممنوع؟ يعني نحن منقول يا أخي هذه الجامعة بحاجة لتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية. لا يمكن للجامعة أن تدار بالطريقة التي تدار بها في القرن 21. طيب. بعدين السؤال الكبير سيد جوزفين، أي جامعة نريد؟ يعني أي جامعة إذا نريد جامعة وطنية لكل اللبنانيين، ما هيك دكتور؟ طبعا هي لكل اللبنانيين ويجب أن تكون كذلك، وهي الجيش الثاني ولا نرضى بها إلا أن تكون كذلك. يعني هي القلم بجانب السيف، السيف اللي بيملكه الجيش اللبناني. وبالتالي نحن ما عندنا الخطاب هذا ولا يعني لا نركن اليه، ونعرف انه هذا خطاب يسيء الى لبنان ووحده لبنان وغيره. ولكن اليوم نحن ما نشوف في بعض الشوائب بالجامعه خلت المسيحيين والعمداء المسيحيين يتواصلوا مع الوزير جبران باسيل مع الدكتور سمير جعجع، وكمان كان عندنا لقاء بالقسم الجمهوري. طيب خبرني شوي لو سمحتوا عن هذا اللقاء باختصار، عم ناخذ بعد معنا كم دقيقه لانه بدي اترك تجاوب يعني زتيت قنابل اليوم عميد. شو صار باللقاء مع وزير الخارجيه؟ بعتقد نزلتوا وشفتوه عم تقلي هلا بالقصر الجمهوري، ماذا حصل؟ حضرتكم رحتوا مجموعه من العمداء المسيحيين اذا ماني غلطانه طلبتم بتكريس المناصفه في ملف التفرغ الجديد. عميد نحن بنعرف انه بملف التفرغ القديم صار في كثير خروقات للكفاءات بعض الاساتذه على حساب بحجه المناصفه، وتم ادخال 1200 استاذ مناصفه بين المسيحيين والمسلمين ما كانوا كلهم مستوفين شروط بس تحت سقف يعني عنوان المناصفه. هل تقبل حضرتك بانه
تحت عنوان المناصفة والميثاقية أنه يفوت على هذه الجامعة الوطنية وعلى الصرح الأكاديمي المفترض أن يربي الأجيال والجيش الثاني كما تقول، ناس مش كفؤين؟ أكيد لا. أنت بتعرفي جوابي على الموضوع؟ ما أدري أسمعه. أنت بتعرفي جوابي على الموضوع؟ بالتفرغ السابق عام 2014 كان إيدي الشرف اشتغل الملف أنا والدكتور عداد السيد حسين الرئيس السابق للجامعة، وكانت الملفات اللي درستها وكانت هدى شركتها كمان دكتورة هدى 970 ملف درستها للجامعة. تورم الملف، تدخل السياسي والمذهبي والطائفي بالملف، وزاد العدد أكثر من 300 أستاذ لا نعرفهم. أنا في 11 أستاذ إجوا على كلية الحقوق أنا ما بعرفهم، ولنا مقطعين لجنة علمية ولنا درسين ملفاتهم، وهذه أكبر شائبة وأكبر جريمة كانت بحق الجامعة اللبنانية. اليوم نحن ما نطالب بالمناصفة على أساس الكفاءة، نحن ما نعرفين المناصفة بس لأجل المناصفة، الكفاءة والمناصفة ما هو مسوى. وبعدين كان إلي أنا نضلت ليكون الملف بحوالي 46 مثل ما قالت هدى 46.8%، يعني بحوالي 47 لأول مرة بتاريخ الجامعة، وهذا إنجاز تحقق سنة 2014. لكن أنا بقول لك بكل صراحة، الجامعة قادرة أن تنظف نفسها، أن تنظف ملفاتها. يعني إذا بيجينا ملف لشخص غير مستوفي شروط التفرغ ما رح نقبل فيه، رح نعترض عليه بالسر والعلن مهما كانت طائفته. نعم، مهما كانت طائفته، مهما اكيد مهما كانت طائفته. انا بالاخير يعني حتى لو كان في مسلمين عميد، معلش اسمح لي، يعني انا بدي اتكل على رحاب صدرك في هذا الموضوع، حتى لو كان في مسلمين اكثر من مسيحيين، هل ستطالبون بزياده عدد المسيحيين على حساب الكفاءه بس لتحقيق المناصفه، او رح تقبلوا انه يكون في مسلمين اكثر من مسيحيين لانه في ناس مش مستوفيه الشروط؟ طيب بنقلب السؤال بغير طريقه، اذا كانوا المسيحيين عددهم هلا انا عم بسالك الشروط اكثر من المسلمين. هلا ليك رح نقلب السؤال عند دكتور تاني، عند عميد تاني، بس انا عم بسالك انت لانه بحيثيتك المعروفه. انا مع الكفاءه اكيد، مع الكفاءه لابعد الحدود، ولكن سيدتي نحن بنقارب الملف من باب المناصفه، مين وعيب ان نقارب الملف من باب المناصفه؟ انا ما فيك تكوني شريكتي بالوطن وبدك تحكميني، يا بدي اكون شريك على قدم وساق او بلا هالشراكه كلها سوا. حتى لو ما كنت مستوفي الشروط يا دكتور، يا عميد يا عميد يا عميد، الله يخليك. انا سؤالي كثير واضح، اوكي بدي اقول لك شغله، سؤالي كثير واضح ويجب انه الجواب انه يكون كثير واضح. بدي افترض فيه بدكم 50 استاذ في الجامعه اللبنانيه، طلع فيه 30 مسلم مستوفي الشروط و20 مسيحي فقط مستوفي الشروط، واذا بدك تاخذوا 40 25 ب 25 بقول لك انه ما في خمسه مسيحيين مستوفين شروط، بياخذوا 40 ساعات. هل رح يصير في مشكل على هذا الامر ورح تطالبوا ادخال خمسه مثلا مسيحيين لتحقيق المناصفه وان لم يكونوا مستوفين الشروط؟ واضح سؤالي؟ ايه واضح كثير سؤالي. نحن في نهايه المطاف استاذ جوزفين، نحن نراهن على الدور وليس على العدد كما قال الارشاد الرسولي. والكفاءة هي مطلب بالجامعة، بس يكون غيري مثلي، يكون المقابلي مثلي بده الكفاءة أنا بمشي معه. ما ينسحب من مجلس الجامعة لأنه في موقع باسمه هذا المحاسبة، ديوان المحاسبة بالجامعة في أتيلتي، بينسحب من مجلس الجامعة اعتراضا، وبيصير مجلس الجامعة دون الميثاقية، بيصير غير ميثاقي الاجتماع، وأقرينا كلنا بذلك. شو بيقولوا لنا نحن يعني؟ شو الرسالة اللي وجهوا لنا إياها يوما؟ مجهولنا رسالتي بتقول اذا نحن في شيء ما يصير منه على ذوق المسيحيين نحن رح نسحب من مجلس الجامعه. هذه الجامعه بحاجه الى تطبيق اللامركزيه الاداريه والماليه، والعمل على انشاء واقامه فروع في مجمعات جامعيه في المحافظات، والفروع الثانيه تستحق انشاء اقامه مجمع جامعي. نحن ضامنين على هذه الجامعه، نحن هذه الجامعه جزء من نضالنا الوطني، نحن لن نتخلى عنها مهما كانت الاسباب. شكرا لك عميد. شكرا. اهلا وسهلا فيك، على امل لقاء قريب معك، لانه يبدو انه ملف التفرغ رح ياخذ كم شهر ورح يكون في كثير اشكاليات، فنحن بنتامل حلقه قريبه معك. شكرا لك على هذه المداخله القيمه يلي بعد شوي رح نشوف رد الدكتوره هدى عليها. بدي اتوقف عن فصل اعلاني دكتوره بليز، نحن اخذنا نوت بكثير، اصلا في كثير نقاط كان حتى اثرتها لبورا من اللي حكيها لنا دكتور كميل، بدنا نجاوب عليهم. فاصل قصير ونرجع. بعد
محل ما عودة لكم مشاهدينا وإلى ضيفتي دكتورة هدى مقنص. أهلا وسهلا فيك، مسؤولة التواصل والشبكات الاجتماعية في الجامعة اللبنانية. نحن عم نحكي عن ملف الجامعة، عن ملف التفرغ، عن مناصفة، عن المسائل المذهبية والطائفية اللي عم نسمع، العناوين اللي عم نسمعها بالكليات. شو تعليقك؟ سمعنا دكتور كمين حبيب عميد كلية الحقوق، سمعناه بأكثر من نقطة. أساسا نحن كنا حاطينهم لأنه مسألة لبورا كانوا كمان أثرتهم، منها مسألة نفقات في الإدارة المركزية، تعيين محتسب نفقات، ومنها مسألة دكتورة ندى شباط. بدنا نشرح بس للناس، مش كل الناس بيعرفوا شو عن شو عم نحكي، بس اللي ضلعين بالجامعة اللبنانية بيعرفوا، بس حتى المشاهدين يعرفوا، لأنه هو اللي بهيك تحت عنوان انه هو لبعض المواقع في الجامعة اللبنانية اللي تم استبدال او المسؤولين عنهم باخرين من غير طائفة، يا اما يكونوا مسيحيين نستبدلهم بمسلمين، وهذا الشيء اللي عم بيؤدي الى يعني صرخة عم تطلع من المسيحيين. وسمعنا موقف متقدم جدا عم بيقول فيه انه مجلس الجامعة اصبح مثل مجلس الملي، وانه في تهديد بالانسحاب من مجلس الجامعة في حال ابقت ادارة الجامعة على هذا الامر. طيب. اول شيء الاشخاص اللي عم تحكي عنه الدكتوره ندى شباط اللي هي زميلي وعزيزي واثبتت كفاءه رائعه خلال سنوات اللي استلمت فيها العلاقات الدوليه بالجامعه اللبنانيه بالاداره المركزيه، هي منا موظفه، هي استاذه انتدبت الى العلاقات الدوليه. هلا لحتى نفهم الشيء اللي حصل بده ينحط بسياق اسلوب عمل. أسلوب عمل الرئيس فؤاد أيوب يمكن يستغربوه بعض الناس، ولكن أسلوب عمله يعتمد على الفريق، عمل الفريق. ما حدا يقول عنه بدعة مثل ما قيل، لأنه هذا عمل الفريق يطبق في جميع أنحاء العالم، ويطبق في المجالات العلمية، ويطبق في الشركات، ويطبق في كل المؤسسات. فلما نكون عندك جامعة تضم 77,000 طالب، لما تكون في مجال العلاقات الدولية عندك فوق 300 معاهدة مع 300 جامعة بالعالم، عملية التفعيل والتنشيط بالمسألة وإعطاء بعد عمل جماعي تمت عبر تشكيل لجنة، وطلب من الدكتورة ندى شباط أنه تترأس تكون منسئة هاللجنة. دكتورة ندى شباط إلى كذا سنة، حوالي 7 سنين، مستلمة العلاقات الدولية وبكفاءة. ما كانت هيدي نظرتها لهالمسائل، فانسحبت. ما حدا قال أنه تترك موقعها. هي طريقتها بالعمل تختلف مع تتباين مع طريقة العمل الجديدة يلي من حق كل رئيس انه يحط استراتيجية ويحط طرق لتنفيذ هالاستراتيجية. هذه بكل بساطة. نعم. وفيما يتعلق كذلك ب يعني اللي حصل انه اجت وراها دكتورة ليلى سعدي، والدكتورة ليلى سعدي مشهورة بكفاءتها، مشهود لها كمان كذلك الامر، ما قدرت تأقلمت مع مسألة العمل ضمن الفريق اللي كان موجود، واللي هو فريق من العميدات فعليا أساسا وأستاذان. فانسحبت كمان دكتورة ليلى سعدي، واللي اجت من بعدها دكتورة زينب سعد، هي عميدة الإيكول دكتورال سابقا، بعملية سن اتخذ لأنه تخلص هي بيجي وراها دكتور آخر اللي رح يكون من طائفة مختلفة يعني، وبالتالي العمل اللي عمال يتبع هو عمل فريق. العمل بكل مجالات يلي تتطلب تدخل مساعدين للرئيس، لأنه الرئيس ما بده أنه يكون عنده مستشارين، وهو مستعد أنه يستعين بأي أستاذ وين ما كان يكون للقيام بأي عمل بلاقيه هو المناسب للقيام بهذا العمل. يعتمد سياسة الفريق. يعني لما هلأ الدكتور حبيب يقول بدنا لا مركزية إدارية،
وبدنا مجمعات وبدنا إلى آخره. ما لما هون توزع المهام على الفريق هذا نوع من لامركزية وعمل جماعي وعمل خلينا نقول عصري وحديث. هلأ في ناس مش معودين لأنه هذه تقاليد طويلة بالعمل. بس هو عم يحكي عن أكثر من هيك دكتور، عم يحكي عن أنه هذا أمعان يعني صار قصة تراكمات. هيدي تراكمات، ولكن إذا في ناس بيقدر يشوفوها من منطلق التراكمات، في ناس بيقدروا يشوفوها من منطلق أنه حصلت تزامنا مش تراكما. يعني أنا كنت مسؤولة عن الموقع وشبكات التواصل وما زلت مسؤولة عنهم يعني، وعندي فريق عم بشتغل أنا وياه. عرفت كيف؟ مسألة تعيين محتسبنا فقط في الإدارة المركزية، مكان المحتسبة الحالية هي اللي رح تحال قريبا إلى التقاعد. مسألة تعيين المحتسب، هو محتسب نفقات عقد النفقات المركزي هو المنصب الوحيد اللي بده ياخذ موافقة مجلس الجامعة لتعيينه. نعم. هلا يعني مش الرئيس بعينه لحاله. اللي حصل انه كمان عبر العمل الاداري اللي معترف فيه عالميا صار في نوع من جوجلي واوديتنج لعشر اشخاص مؤهلين مبدئيا او قد يكونوا مؤهلين لشغل هذا المنصب. تمت مقابلتهم من العشر اشخاص اصطفي او بقي ثلاثه، يعني نعمل شورت ليستنج. من هالثلاثة المحتسبة الحالية يلي هي من الطائفة السنية رشحت زميلتها يلي هي أو أثنت على ترشيح زميلتها يلي هي من الطائفة المسيحية. فالموظفين بحد ذاتهم عم بيتخطوا المسألة الطائفية بهدف الكفاءة. فتجي الأطراف المتطيفة بتقول لا نحن مصرين على الطوائف، مصرين على يعني هو اللي صاروا مسألتين ثلاثة بهذا الحال. بس هون العكس، عرفتي كيف؟ هون بس يعني هلأ مسيحية بدها تجي محل سنية. نعم. بس مسألة هلأ منفصلهم هيك كل واحدة بحالتها الخاصة، بتطلع كل واحدة عندها حالة خاصة بعيدة إذا بدك عن حسابات الطائفية، ما لها علاقة بالطائفية، ولكن بمجموعة وسط هذا التوتر في البلد، وإذا بدك يعني ما هو انت كيف تنظري للامور؟ العرف ما انه كيف تنظري للامور؟ بتطلع بها بكبيتك بقول نصها مليان ولا بقول نصها؟ انا بقدر يعني بقدر فسر المسائل حسب نظرتي للمسائل. بس اليوم يبدو انه في اذا انا منطلق من نظره طائفيه، معلش اذا انا بنطلق من نظره طائفيه فسر الامور بنظره طائفيه. طيب، هل تقولين انه هذه المجموعه من العمداء واليوم هلا دكتور حبيب ب المداخلة تبعيتها قبل ما نحكي عن هالنقطة، في مسألة اللامركزية الإدارية اللي طرحها الدكتور حبيب. اللامركزية الإدارية موجودة بالجامعة اللبنانية، لما يكون عندك 62 فرع على رأسهم في 62 مدير، هو شو عم بيعملوا؟ مش عم بيديروا اللامركزية الوحيدة؟ عمول بس في مجمعات، مثلا في مجمع بترابط، لا هيدي كمان مسألة تانية هلأ خلينا نحكي عنها. هول المدراء عم بيديروا المركزية الوحيدة، المركزية في القرار المالي. ليه في مركزية بالقرار المالي؟ منعاً مفترض أنه منعاً للهدر، وهون يجب أن يتم العمل على إصلاح عملية المناقصات واللي عم بتصير حالياً بشكل شفاف، صارت قبل ومن سنة بدأت وعم تستمر بشكل شفاف، وفي يعني جهد حثيث للقيام بعملية الإصلاح بهالمجال. أما ينحكى عن المركزية الإدارية، أنا موجودة المركزية الإدارية مع يعني مع 62 مدير و 19 عميد. العمدة هن المسؤولين عن فروع، عن وحداتهم كلياتهم، ومجلس الجامعة بدير بطريقة كوليجيال جماعية الجامعة يعني. هذا حكي. هلا عودة للمجمعات، طب ما الدكتور حبيب أول واحد بيعرف إنه اتخذ قرار بمجلس الجامعة ببناء مجمع بالهرمل، مجمع بجبال، وتكبير
وتحويل مجمع الفنار إلى مجمع شبيه بمجمع الحدث رغم الصعوبات العقارية اللي موجودة فيه. وحاليا رح تبنى قريبا كلية الصحة بالفنار. الشغلة الثانية كمان لأهالي زحلة أنه رئيس الجامعة بعت كتاب لمجلس الوزراء خاطبون وقريبا رح ينحط حجر الأساس لمجمع زحلة، وكل هالتفاصيل العميد حبيب بيعرفهم يعرف كونه عضو بمجلس الجامعة، فما كان في ضرورة أنه يأتي على ذكرى يعني لأنه بيعرفها. طيب بموضوع يعني بعد عنا 5 دقائق لحتى نختم، بدي أحكي بما قاله الدكتور حبيب أنه العميد أنه في مجموعة من العمداء زارت القيادات السياسية وتحدثوا بموضوع المناصفة، وهو يعني لحتى نكون منصفين كمان معه عم بيقول أنه يمكن مش عمر المسألة مش عمرها من أيام هذا العهد، يعني رئيس الجامعة الحالي، هي مسألة تراكمات. رئيس الجامعة السابق بعده قايل الرئيس أنه عطى 47% للمسيحيين، وهو اعترف أنه تحقق هذا العدد. بس اليوم هل تعتبرين أنه في أزمة اليوم تروح في الأفق في مجلس إدارة الجامعة، بحيث قال الدكتور حبيب أنه في اقتراح وبحث موضوع الاستقالة أو الانسحاب من إدارة الجامعة إذا استمرت على هذا النحو؟ شوفي جوزيفين، أنا مني جزء من العمدة، مني عميدة، ما بقدر أقول لك شو عم بدور وشو عم بيصير بين العمدة، بس أنا بقدر أحكيكي بالموضوع من بحطه بسياقه العام. سياقه العام لما أقول عام يعني سياقه الأشمل. السياق الأشمل مثل ما شايفته أنا هو سياق خوف مشروع من الكل تجاه الكل. طلعي بالمنطقة شو عم بيصير بالمنطقة وحطي الخوف المسيحي والسياق بهذا السياق، فيصبح خوفا مشروعا. ولكن السؤال اللي بينطرح، حطي خوف الطوائف الثانية كمان يعني من بعضها، يصبح السؤال المشروع اللي بينطرح، هل حل هذا الخوف، وفينا نقول هذا الرعب كمان، بتم بأنه كل واحد يسحب الحاف الطائفي اللي عنده، ولا الحل بأنه ينادي بالمواطنة ويطلب يدفع طائفته ويحث الطوائف الأخرى إلى حمل اللواء المواطني اللي هي بتحمي جميع مكونات الشعب اللبناني؟ بس هو ليك بس لحتى تكون كمان هو عم بيقول انه اذا اراد المسيحيون هذا الامر، او اذا ارادوا ان يتحقق، فالطرف الاخر ما عم بيساعدهم، على اعتبار مثل ما فهمت منه على الاقل، مش انا عم بتبنى هذا الموقف، انه الكفاءه لا تكون فقط على المسيحيين، انه المعايير المطلوبه والشروط المطلوبه لا تكون فقط على المسيحيين. وكانه انا بدي اقول لك شغله، في شو هو البديل عن الحوار؟ أي متى تندلع الحرب؟ مش عندما يتوقف الحوار؟ أوكي. وبالتالي فالخوف بالكلام بأنه العمدة المسيحيين بدون ينسحبوا، هذا تشنج في غير مكانه يعني، وانسحبوا. شو طلع يعني بعد من بعدها؟ الحوار يجب أن يستمر. الحوار هو سبيل الجميع إلى العيش المشترك، وإلا إذا بدنا نقول نحن بدنا نسحب ونوقف الحوار، معناتها نحن عم نفوت بحيط مسدود. بينما نحن برجع بقول شغلي كمان، أنه يمكن أنا بعتبر أنه للمسيحيين بالتحديد بلبنان وبالمنطقة العربية عندهم دور أساسي، وطالما لعبوا هذا الدور الأساسي، إذا منرجع للقرن لبدايات القرن العشرين، كانوا المسيحيين هن حاملين لواء القومية العربية يلي هي حمية المسيحيين، وهلأ مطلوب منهم أنه هن يحملوا لواء المواطني مع الطوائف الثانية لحتى يحموا نفسهم ويحموا الوطن ويحموا هالجامعة اللي عم نحكي عنها.
نعم. طيب بينما يعني كمان بعد عنا دقيقتين، بينما نحن عم نحكي عن كل هذه الملفات الشائكة والحساسة جدا، في ملف قطع بالجامعة اللبنانية بموافقة رئيس الجامعة وهو منع تعدد الاختصاصات، منهم من قال أنه هذا القرار هو يؤذي الجامعة اللبنانية ويؤذي الطلاب ويحمل العديد من الطلاب إلى الخروج من هذه الجامعة والذهاب إلى جامعات صغيرة أخرى، هي هيك جامعات صغيرة طلعت ما بعرف فرخت ما أنا كنت بدي أقول فرخت بس أنت قلتيها على شيء حلو هيك التفريخ سامبا. ليكي المسألة منع الاختصاصين هو فعليا منه منع، هو تقنين. المطالبة بمسألة إنه الإنسان حر يتعلم شو ما بده وقد ما بده، ما بتصور في إنسان حر يتعلم، الحرية بتكون مطلقة، أي حرية مقننة، نحن مش مانعينه يتعلم للطالب. بس ليش ممنوع مثلا نعمل دبل ميجر إنه بكل الجامعات؟ رح أقول لك شغلة، مش بكل الجامعات، مش صحيح، بفرنسا ما بيقدر يعمل دبل ميجر بنفس الجامعة. لا ما قلت كل الجامعات، كل الجامعات في لبنان، يعني احنا ماشيين من هنا هلا بال بالايوبي نفسها ما بيقدر يعمل اختصاصين الا بشروط معينه، نحن حطينا له شروط ما منعناه. هلا بدك تشوفي في مساله الاختصاصين بالاختصاصات المقفله، شو يعني مقفله؟ يعني في عدد طلاب بفوت بمباراه دخول و بفوت بعدد طلاب محدود، يعني لما يجي طالب يتسجل باختصاص فلنقل طب واختصاص آخر طب أسنان واختصاص ثالث، طبعا هيدي ما عم بتصير بس عم بعطيكي مثال شو معناتها الكلية المقفلة، ما له حق ياخد محل غيره لأنه بكون نجح هون ونجح هون ونجح هون وتسجل باثنين أو بثلاثة، طب ما غيره ناطر. في مسألة الحضور بهالاختصاصات بده يأمن حضور 80% و90%. نعم. طب كيف ممكن يأمن اختصاص 90% ويعمل شيء محل تاني؟ بس بالاختصاصات اللي غير مقفلة، بالاختصاصات اللي غير مقفلة اللي حاصل انه لما حطينا له شرط انه بالسنة الاولى انت تسجلت بهذا الاختصاص الاول، أمن انك انت نجحت بجميع المواد بهالاختصاص الاول بعدين فيك تتسجل بالاختصاص الثاني. هلا حطينا له نسبة 20% بالاختصاص الثاني، ليه؟ لأنه عنا هالسنة ميزان، يعني عم نرجع نعمل ميزوبوان، عم نرجع ندرس المسألة لأنه استخدمت مسألة الاختصاصات لتسجيلات وهمية، لخلق ساعات وهمية. هيدي عملية عم بتصب بمصلحة الطالب وعم بتصب بمصلحة الجامعة. شكرا لك دكتورة هدى مقنص على حضورك معنا اليوم بحوار اليوم، أهلا شكرا وسهلا لكم. فيكي. ما بعرف إذا بدك تقولي بعد شيء سريعا. لا بدي أقول على السريع أنه هيدي جامعة الوطن، جامعة المواطنين، وفيها منعلم المواطنة، فخلينا نكون كلنا على هالمستوى. هذه جامعة الفقراء والطبقة المتوسطة، ما تبقى من الطبقة المتوسطة في لبنان. عفوا لا بدي أقول لك شغلة، مش بس جامعة الفقراء مش دايما، لا نحن عنا إحصاءات، مش بس عم بقول مش بس، انتبهي. طب أغلبها عنا 99% من طلابها هم من الطبقتين الفقيرة. معلش خليني أقول لك شغلة، عملنا إحصاء سألنا الطلاب ليه دخلتوا على الجامعة اللبنانية، 49% قالوا أنه لمستواها المرتفع، وأقل بكتير قالوا لأنه منخفضة الأقساط. فهي ليست فقط، أنا ما بقول منها جامعة الفقراء، هي شبكة الأمان للبنان كله، شبكة الأمان. هذا اللي ما أقصده، يعني أقصد منها فقط موجهة. أنا مش عم أقول أنه هي ما عندها مستوى، أنا عم أقول أنه هي شبكة الأمان للطبقتين الفقيرة والمتوسطة اللي ما بيقدروا يتعلموا بالجامعات الكبيرة. هذا الكلام المظبوط، وأنه في جامعات عم بتفرخ جديدة صغيرة، هي بس مش عم بفوت عليها فقط لأنه هي بس بشكل أساسي مبلا. لا اوكي اعطيتك احصاءات، عملنا احصاءات وسالنا. يعني هلا اذا مثلا قد ايه في بلبنان طبقه فقيره ومتوسطه؟ قد ايه؟ ليك المتوسطه عم تندثر وعم بيروحوا كلهم على الفقيره اجمالا. بالضبط، ما هذا اللي كان عم بقصد. طيب شكرا لك دكتوره هدى مقنص على وجودك معنا اليوم بحوار اليوم، اهلا وسهلا فيك. شكرا مشاهدينا المتابعه، الى اللقاء.